عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا شيخ مصطفى، عندي الحمد لله. يا أبارك الله، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. نفع الله بك الإسلام والمسلمين أجمعين. وإياك، الله يستر عليك. أصلح حالك يا شيخ مصطفى، ربنا يحفظك كده في نفسك وفي أهلك ومالك وولدك. ولك بمثل والسامعين والسامعات. شيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك، كان في أختنا أنت بفضل الله ثم دعوات حضرتك نحسبكم العلماء ربنا. الله يغفر لنا ولكم. إن ربنا تم لها الشفاء تدريجيا يعني، الحمد لله. بس كنا عايزينك تدعي لها تاني أختنا. الله يعافيها من عنده، الله يعافيها من عنده. تم لها الشفاء على خير. الله يا شافي، اشفيها وعافيها وعافي أمراضنا وأمراض المسلمين. وتدعي الدكتور المعالج ليها، كان مطلوب منك الدعاء له بالهداية وصلاح الحال. الله يبارك فيه ويصلح حالنا وحاله يا رب يا رب يا رب. ولله الحمد، خير يا شيخ مصطفى. وياكم.